وكأنه عم تحكي لي عن شيء كمان له علاقة بألوان ناعمة وهيك في لون موحد يعني صح تقريبا. نيوترال. اليوم تيابك يا هبه كثير لابقين مع الأورجانيك. الستايل، مع الاورجانيك. شوفي شو حلوين وقد ايه لابقين. هلا الجميل بهيدا الستايل لانه ما بيملل، فيك تستخدميه بكل انحاء البيت، يعني مش مثلا بس بالليفينج روم. بيقطع ايام ستايلز بتحسي ما بنقدر، مثلا بوهيميان ما بتقدري تستعمليه بكل البيت، بتحسي تو ماتش. بينما هيدا مثلا هلا عم نشوف هيدي الصوره اللي هي بلاك اند وايت، بتشوفي فايت الخشب ولو بلون الاسود، بس في مواد الطبيعه. بنشوف الشجر كثير، بنشوف اشياء كثير طبيعيه. نعم. هي داخله بهيدا الستايل. اها هالستايل جديد كانه يعني نحن عم نسمع عن اشياء بتحسي حالك انه هي ميكس من اكثر من من شغله ستايل. من صح ستايل. صح فكنا مثلا من قبل نعتبر انه يعني هو المهندس الديكور عنده افكار خلاقه وحب يعمل هالميكس، اليوم صار له اسم. 100%. هيدا اللي عم نقوله، انه هيدا الجميل بهيدا الستايل، انه عنده ستايله الخاص اللي انت عم تاخدي فيه الطبيعه، عم تاخدي شيء مودرن، بس بنفس الوقت عم بيعطيكي احساس انه انت مرتاحه، انت مبسوطه. نعم. واللي ليليان سوري ما كنت بدي اقاطعك، بس هيك كمان من الاشياء اللي لفتت لي نظري واللي دائما تلفت نظري مع يعني مهندسين الديكور انه بحطوا صور كثير مثاليه، بيت مساحته كثير كبيره، جنينه، اطلاله، بس هالبيت مش بالواقع هو يعني بيكون عام عند حقيقة. كل عند صحيح كل الناس، مش هي صحيح امكانيات الناس كلها انه يكون في عندهم هالفيلا او هال يعني الاطلاله الرائعه. اليوم بالشقق السكنيه هالنظام اللي عم تحكي عنه او هالنمط بالديكور بيزبط؟ يعني بنقدر انه جدا نطبقه؟ جدا. نعم. ليه؟ لانه بهيدا الستايل بالاخص نحن بس سميناه لس از مور، يعني انت ما بقى عندك اشياء كثير. يعني عم نشوف الصوفا مع التو ارم تشيرز، طاوله، يعني ما عندنا اشياء اكسترا عم نضيفها. من هيك بيزبط باي مساحه بدنا اياها، ان كان صغيره او كبيره. حتى اذا ما عندنا كثير هالشبابيك اللي كثير مرتفعه والهالبيفي تري اللي كثير واسعين، كمان بيزبط. بيزبط. طيب وكمان في مواد خام، يعني عم شوف انا في خشب، في صح. حتى الحيط يعني كأنه هيك من خشب، في اكثر هيك من نوع، ما بعرف انت خبرينا عن المواد الخام المستعمله وقد ايه مكلفه كمان. هلا اكيد بس تشتري اشياء من خشبيه ما رح يكون سعرها كثير واطي، ما رح يكون سعرها رخيص، بس الحلو كثير بهيدا الستايل انه هو سستينبل، يعني هو البدوم. يعني نحن بنشوف كل سنه بيطلع كولرز وترند جديده، بنصير نحن نفكر يا الله طب انا شو بدي اعمل ببيتي مثلا، انا ما بيلبق هيدا الستايل. بما انه انت عم تستعمل الالوان النيوترال فيه، اللي هي عم بتشوفي الاوف وايت والوايت، الميوتد جراي، عندك التوب، عندك الباج، فهودي الالوان ما بتموت لانه كل سنه هي موجوده. انت فيك تضيفي عليها يمكن لون البيتش، والحلو انه انت عم بتضيفي كثير خضار. نعم. فانت فوتت الطبيعه، يعني فوتت الاكستيريور على الانتيريور. مثلا بنشوف مثلا الارت وورك، اللوح الجداريه، بدها تكون اشياء من الطبيعه. يعني وقتها سالتيني عن الحيط اللي فيه خشب كان فيه ارت وورك، هيدا من الطبيعه بنشوف فيها كانه ستايل القش. هيدا الحلو. الاكسسوارز ممكن تكون كمان اشياء من الفخار، اشياء من النبات، صح، من صديقة الاشياء للبيئة. العضويه. صحيح. نعم.